رشا، وصلنا لأولى مساحاتنا بصباحنا غير. رح نحكي عن موضوع كتير مهم خلال الأزمة السورية. صرنا نسمع عن أسماء مناطق غريبة ونسأل إنه شو أصل هاي، وين هاي التسمية، بأي مدينة صحيحة، وين هاي المدينة أو شو أصل التسمية. وأحيانا نشوف في تشابه يعني حتى بين المحافظات بيكون في اسم مكرر. صحيح. اليوم رح نحكي عن التجمعات السكنية والمواقع الجغرافية وأصل التسمية للمدن والقرى السورية، وكثير من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا لليوم المهندسة رانيا شمسين، ماجستير بالعلوم السكانية. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الأنوار. أهلا وسهلا فيك. تسلمي. كنا عم نقول إنه نحن خلال الأزمة عن جد تعرفنا على مناطق، على حواري جديدة. صرنا نقول يعني إنه وين بأي منطقة، في ناس قلك مشرق أو مغرب، يعني هذا الدليل إنه نحن عنا تكرار بالأسماء بالمناطق. خلينا بداية نروح لعروس سوريا، عروس الساحل، مدينة اللاذقية. خلينا نحكي عن سبب تسميتها. تماما. ممكن محافظة اللاذقية هي مساحة من أصغر المحافظات بالإضافة لطرطوس والقنيطرة، ولكن رغم هيك في عنا تنوع جغرافي جميل فيها. هذا التنوع الجغرافي بالنباتات، بالأشجار، بالتضاريس، يعني أوجد تنوع بالتسميات. إذا ممكن نحكي عن أصل تسمية مدينة اللاذقية، تعود إلى، تنسب إلى والدة القائد سلوقس نيكاتور. هو قائد في جيش الإسكندر المقدوني، عندما أتى إلى المدينة أعاد بناء، جدد بناء، وأطلق عليها اسم والدته لأوديسيا أو لأوديكيا. ثم مع الأيام طبعا حرف الاسم وأخذ شكل باللغة العربية اللاذقية. طبعا هون بحب شير أنه القائد سلوقس نيكاتور أيضا سمى أنطاكي على اسم والده أنطوخيوس، وأيضا مدينة أفاميا على اسم زوجته. يعني أيضا كان متعارف عليه تسمية اسمة للقائد أو الوالي أو الملك. في تسميات هي منخليها نقول تسميات تحت بند مدلولات بشرية اجتماعية، تنسب إلى أشخاص أو إلى جماعات. إذا بدنا نحكي عن مدينة اللاذقية أو محافظة اللاذقية ككل، ممكن ننزل لمدينة ساحلية جدا جميلة، جبلة. يقال في أصل تسميتها أنه هي تنسب أيضا إلى جبلة بن الأيهم، يلي غادر الجزيرة العربية في طريقه إلى ملك الروم، أقام فيها فترة من الزمن وسميت باسمه. ولكن هناك رأي آخر يقول أن الأصل هي جابالا، اسمها في العهد اليوناني. طبعا ممكن أيضا مدينة الحفة. مدينة الحفة هي مساكنها الأولى بنيت على حافة شيلاس، تماما، حافة الوادي الذي يسايرها من الشمال، فاتخذت وإياه اسم الحفة. طبعا مدينة الحفة في مطلع القرن العشرين اتسع عمرانا وأصبحت مركز منطقة إدارية. طبعاً من الحفة فينا نقول أنه في كتير تسميات هي أخذت من الموقع الجغرافي، من شكل التضاريس اللي موجودة فيها التجمع. تمام. أستاذة رانيا، لما يعني نسمع عن العلوم السكانية نحن نفكر مثلاً حيدرس البيئة الجغرافية، حيدرس التربة، ولكن حضرتك مختصة بأصل التسمية وقديش هذا الموضوع مهم. نحن نعرف سوريا قديش عندها تاريخ حضاري عريق ودائماً نحكي فيه، والأصل التسمية بيرجعنا يعني يمكن لنقدر نحن نكتشف هاي الجذور اللي كانت. خلينا هيك اول شيء بلمحه عامه نتعرف على العلوم السكانيه ومجال دراسه حضرتك. مجال دراسه حضرتك ليش اخترتي مثلا عن انواع ثانيه من الهندسه؟ اذا بدي بلش من الاخير من دراسه التسميات الجغرافيه، الحقيقه الخوض في اصل التسميه هو مجال ممتع وشيق للجميع، ولا سيما المهتمين مثلا جغرافيين او حتى مهندسين. وهو مجال صعب، لا سيما اذا كانت المنطقه ذات تاريخ عريق حضاري، تعرضت على مر العصور حضارات متعاقبة تماما، للاستيطان لشعوب مختلفة. بيكون في هون يعني الدراسة صعبة بس شيقة بنفس الوقت. وخير مثال هي سوريا. حبيت أدرس التسميات مثلا وتبويبها استنادا إلى مدلولاتها. وإذا بدنا نرجع نركز كل مثال بمحافظة اللاذقية، عندنا تسميات إلى مدلولات دينية يلي هي بتبلش بدير، دوير، مقام، قبة، قبور النبي. بمدينة اللاذقية يوجد عدة قرى تبدأ بدير، مثل دير إبراهيم، دير حنة، دير توما، دير ماما. وهنا منشير إنه دير ماما هي يعني قريتين، قرية بمحافظة حما وقرية بمحافظة اللاذقية تحمل نفس الاسم. أيضا دوير، مثلا دوير بعبدة، دوير الشوة، دوير الشيخ سعد مثلا، تماما، هون محافظة طرطوس لأنه هي منطقة واحدة، سلسلة الجبال هي منطقة واحدة.
عندنا مثلا النبي، يوجد عدة النبي محصورة غالبا بجبل أو قمة جبلية، والأمثلة كثيرة مثل النبي متى، النبي يونس، النبي شيت، النبي صالح، تسمى قمة أو جبل بهالتسمية اللي بتبلش بالنبي. طبعا عنا تسميات إلى مدلولات، خلينا نقول هي مدلولات ترتبط بشكل التضاريس بالموقع الطبوغرافي، مثل القرى اللي بتبلش بتل بمحافظة اللاذقية، يعني أكثر من قرية نتيجة طبيعتها الجغرافية، الارتفاع، المشرفة، المشرفة المطلة نتيجة مثلا إطلالة على ما حولها، العلية بسبب علوها وارتفاع. وبالمقابل أيضا تسميات مرتبطة بشكل التضاريس يلي مرتبطة بالانخفاض، منلاقي جورة الماء قرية، جورة المراب، وطل خان، هالتسميات مكررة باللاذقية، تكون القرية منخفضة استنادا أو يعني مقارنة بجوارها. طبعا في تسميات كتير مرتبطة بالمياه، وهذا الشيء طبيعي، المياه هو عصب الحياة، هالتسميات موجودة ومتناثرة في كل بقاع سوريا. باللاذقية أو محافظة اللاذقية وطرطوس في كتير قرى بتبلش بمفردة عين، مثل عين البيضة، عين الشرقية، عين التينة، عين شقاق، عين الحياة، وحتى بعضها بيكون مكرر. والحقيقة تكرار التسميات هي حالة مألوفة في سوريا. على سبيل المثال عين البيضة بالمجمل هي مكررة 8 مرات، بمحافظة اللاذقية 3، 2 ضمن منطقة الحفة، ووحدة بهضبة البهلولية. والحقيقة قرية عين البيضة بهضبة البهلولية اكتسبت وجارتها بلدة مشقيطة إمكانات سياحية جدا جميلة بسبب إنشاء سد نهر الكبير الشمالي، وتشكل بحيرات غاية في الجمال تعرف ببحيرات السبع أو بحيرة مشقيطة، هي مقصد سياحي جدا جميل. وقت نقول تكرار للتسمية، يعني في شيء سبب تاريخي أو سبب بتعلق بطبيعة المنطقة أنه لا ترجع تكرر الاسم مرة أو مرتين أو ثلاثة بنفس المنطقة؟ ما كتير في سبب ممكن تاريخي، لأنه غالبا التسمية بتجي لسبب ما. مثلا ممكن يكون عنا تسميات نحن مكررة، الحميدية استنادا لشخص، أو الصالحية استنادا لمثلا قبر رجل صالح موجود فيها، بتتكرر بأكثر من منطقة. بس غالبا لتفادي هالقصة ومنعا لللبس غالبا يطلق مفردة ثانية للتمييز، وخاصة إذا كانت القريتين جنب بعض. وممكن يكون التمييز هو له علاقة بالاتجاهات، بنسمي إذا رحنا مثلا على محافظة دير الزور عنا الباغوس تحتاني فوقاني، عنا مثلا قرية شمالي جنوبي، أو ممكن تكون إذا بلدة أكبر من بلدة مثلا كبيرة صغيرة، تسميات لحتى الدلالة. وأنا هون كمان ممكن أذكر مثال عنا مثلا بلدة أو مدينة المعظمية بجوار مدينة دمشق، تسمى معظمية الشام تمييزا لها عن معظمية القلمون يلي موجودة في منطقة القلمون. حتى مدينة بانياس الساحلية تميز عن في بلدة بانياس في الجولان، تسمى بلدة بانياس الحولة أو بانياس الجولان تمييزا لها عن المدينة الساحلية. التكرار موجود في بعض الأحيان، يضاف صفة لتمييز القرية عن الأخرى. طيب كونه احنا هيك يعني فردنا مساحة لمحافظة اللاذقية، خلينا نحكي عن أغرب هيك الأسماء يلي وردت، ويعني الواحد لما يسمعها يب تجي شوية ضحكة أو بيستغرب. تماما. هلا أنا كتير بستمتع في كتير تسميات مرتبطة بالنباتات، في تنوع بالنباتات، وهذا خلق يعني ما في نبتة أو نوع من الأشجار إلا موجود يقابلها قرية. على سبيل المثال القتيلبية في منطقة جبلة هي نسبة إلى شجر القطلب الذي كان مشهور فيها. الدالية هي ترتفع قرابة 1000 عن سطح البحر، ويعني هي تغطيها الثلوج في فترة الشتاء، سميت بسبب اشتهار سكانها بزراعة الكرمة. عندنا أيضا مثلا عوينة الريحان، هي تسمية فيها من الماء كونه كثرة العيون. عوينة الريحان، والريحان بسبب نباتات الريحان أو الآس. عندنا خربة السنديان أيضا، هي تسمية إلى مدلول عمراني، خربة نتيجة يعني كثير في كلمة خربة من تماما خربة سوريا. على مستوى سوريا حوالي 300 قرية ومزرعة تبدأ بخربة، وهي غالبيتها هي موجودة بمحافظة الحسكة وبقية المناطق. أم الطيور أيضا في عنا تسميات تقريبا 400 تسمية في سوريا لقرية أو معلم جغرافي تبدأ بأم، وطبعا هذا العدد هو بشكل حوالي 3% من مجمل التسميات. أم الطيور على سبيل المثال في محافظة اللاذقية ابن هاني، محافظة حما كمان تماما، أبو قبيس هي لقرية ومجموعة ينابيع وما هنالك.
تضاريس كثير وحضارات كثير مرقت على هذا البلد، اكيد بدنا نفرد له مساحات ثانيه بحلقات ثانيه. وقد اليوم موضوع هذا الموضوع مهم بموضوع السياحة، يعني قد بيخدم وقت بيكون في جروبات سياحية. بدنا نشكر حضورك اليوم بصباحنا اليوم، شكرا كثير. شكرا. ناطرينك اكيد بإطلالة جديدة. مثل ما قلت رشا الموضوع جدا شيق وحلو نتابع فيه، بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا المهندسة رانيا شمسين ماجستير بالعلوم السكانية. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضراتكم.